منو تحس الإنسان المظلوم اليوم؟ الأخت. الأخت ينقال عليها مظلومة اليوم؟ جدا مظلومة مع الأسف. يعني الأخت دايم مظلومة من أهلها ولا من إخوانها؟ من الدنيا. دايم نلهى عن خواتنا. واقع أنا ملتهي بحياتي وعيالي وزوجتي. أختي قد أنساها بالأيام. صوت العزاوي مرخصة كل غالي. أختي عساني في الحياة ما عدمها. أي بالله صحيح. لو تطلب عيوني وجاهي ومالي بجعلها فدوة خطاوية قدامها. هذه ستر وجهي. اي بالله هقاوي عيالي حق علي جلها واحترمها اللي غلاها ما يفارق خيالي ومن عطفها يجعلني ما عدمها. لو تتصل وانا بعز انشغال فيما تبي واجب علي اخدمها. ترى الاخو عزوها بسود اللي يالي حق عليه يجلها ويحشمها. كم مر لاجل عيونها صار حالي لو انحرم من راحتي ما حرمه. في ضيقتي اقرب علي من ظلالي. وشلون انا ما احبها؟